لو الحكاية فيها إن فيديو. كل دولة هي ظروفها، هي أولوياتها، هي الاحتياجات بتاعتها، فكل دولة بتتخذ القرار فيما يتعلق بالتعامل مع أبحاث الفضاء في الظروف الخاصة بها كل دولة. وبس النقطة الأخيرة، يعني من يتحكم في الصعود للفضاء؟ هل من حق أي دولة تعمل مركبة فضائية وتطلع عليها في أي وقت؟ ولا لكن في سلطة محكمة تسيطر على الصعود للفضاء؟ There is no governing international body or international organization. With the International Space Station, there is a group of the countries that are partners are collaborating on who will get what time and what resources. So for the International Space Station, there definitely is an organization. But as far as if anybody wants to send a rocket into space, any country can do that on their own. جهة واحدة هي تتحكم بها في مجال الصعود في الفضاء وغيره، لكن فيما يتعلق بالمحطة الدولية دي في مجموعة من الدول بتتعاون في تنسيق ما بينها مين هيعمل ايه او كذا فيما يتعلق بالمحطة الدولية، لكن بشكل عام حسب الفضاء مستطلعات الكشاف ده حسب كل قرار كل دولة وامكانياتها وحاجاتها. نعمل وكالة فضاء في مصر، ايه المطلوب ان احنا For any nation to establish a space agency, they have to commit the resources, they have to hire the scientists, they have to hire the technologists, they will have to, it's starting a company, and so the initial thing would be a commitment to the funding, to the resources, and then finding the people with the knowledge and the skills in the space business to help them. في توفير الموارد، لازم يكون في توفير للكفاءات نفسها اللي تقدر انها تعمل دوت، ده يكون التزام من الدوله، ولازم يكون الجهود ديت تكون في الشكل القانوني دوت، والحاجه تتكون، بيكون في ناس تقدر انها تتولى اداره الحاجه.